فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. قال باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون. روى المصنف بسنده عن هلال عن الأسود بن هلال بن ثعبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فانتهينا من هذا. هنا وصلنا إلى باب صلاة الطالب صحيح. عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أرضاه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات فقال اذهب فاقتله قال فرأيته حضرت صلاة العصر فقلت إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ماء وأخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه فلما دنوت منه قال لي من أنت؟ قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك لذاك. قال إني لفي ذاك فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفه حتى برد قتله. حديث عبد الله بن أنيس ذكره أبو داود سكت عنه. وتعلمون أن الإمام النووي يعتمد سكوت أبو داود إحسانا أو تحسينا للحديث. وأيضا حافظ حجر قال حديث حسن الإسناد واستدل به على جواز الصلاة عند شدة الخوف بالإيمان كما قال الله تعالى حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فقال ابن عمر مستقبل القبلة وغير مستقبلها فتكون الصلاة هنا إيماء. لأن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أرضاه فعل ذلك في حياة النبي والنبي قد أقره على ذلك لأنه قال له إذا فاقتله عندما تراه تهابه خالد بن سفيان الهذلي. فعبد الله بن أنيس ذهب فخشي أن تضيع عليه الصلاة فصلى مومئا وأيضا لم يكن هنا مستقبلا القبلة رضي الله عنكم جميعا. قال ابن المنذر كل من أحفظ من أهل العلم يقول أن المطلوب يصلي على دابته يومئ إيماء. وإن كان طالبا نازل في الصلاة بالأرض قال الشافعي إلا أن يتقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك. وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل بخلاف المطلوب. ووجه الفرق أن شدة الخوف المطلوب ظاهرة لتحقق السبب المقتضي لها وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه وإنما يخاف أن يفوته العدو. قال بالفتح وما نقل ابن المنذر متعقب بكلام الأوزاعي فإنه قياده بشدة الخوف ولم يستثني طالبا ولا مطلوبا. أبي قال ابن حبيب المالكي وهذا الصحيح الطالب أو المطلوب في الحالتين إذا اشتد الخوف فله أن يصلي إيماء
قال أبو إسحاق الفزاري كتاب السنة له عن الأوزاعي أنه قال إن إذا خاف الطالبون إن نزلوا الأرض فوت العدو وصلوا حيث وجهوا على كل حال. والظاهر أن مرجع هذا الخلاف إلى الخوف المذكور في الآية، فمن قياده بالخوف على النفس والمال من العدو فرق بين الطالب والمطلوب، ومن جعله أعمى من ذلك لم يفرق بينهما وجوز الصلاة. وجوز الصلاة المذكورة للراجل والراكب، يعني الراجل الذي يمشي على رجله والراكب عند حصول أي خوف قاله في المنطقة. هم الأحناف خالف الجمهور وقالوا نحن نفرق بين المطلوب والطالب، قالوا أما المطلوب فلا بأس بصلاته سائرا، أما إن كان طالبا فلا. والحق أن كثير من الحنفية قالوا بأنهما سواء على قول الجماهير، فقالوا الطالب المطلوب كل منهما يصلي على دبته، وقال أوزاع الشافعي في آخرين قول أبو حنيفة أنه فرق من الطالب المطلوب، وقول عطاء الحسن والثوري أبي وأحمد وثوب. أما الشافعي فلا قول أنه إن خاف الطالب فوت المطلوب أو ما إن خاف الطالب فوت المطلوب أو ما، وهذا الذي فعله عبد الله بن أنيس. وصح أن نقول لا فرق بين الطالب والمطلوب، لا فرق بين الطالب والمطلوب، إن كان مطلوبا واشتد الطلب عليه وكان مظلوما فله كما قلنا أن يصلي إيماء، يصلي إيماء وإن كان سائرا أو نازلا، وإن كان طالبا فالأمر أيضا في نفس الأمر. عبد الله بن أنيس كان طالبا. يقول أنه ذهب إليه عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله، وكان حعورنا بعرفة، يعني وعورنا وادي بعرفة وليس بنعرف، فأمره النبي قال اذهب فاقتله لأنه يجمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرأيت وحضرت صلاة العصر فقلت إني لا أخاف أن يكون بيني وبينهما إن أؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال لي من أنت؟ قلت رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل. قال أنا رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل، والمعنى لقتاله. فجئتك في ذاك، قال إني لا. وطبعا هذا الكلام صريح وصحيح أنه أتى من أجل ذلك ومن أجل قتله لإراحة النبي صلى الله عليه وسلم منه. قال إننا لفي ذاك، يعني نجمع العساكر. فمشى معه مدة حتى مكنه الله جل في علاه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليه، حتى مكنه الله جل في علاه منه، فضربه بالسيف حتى علاه بالسيف فقتله تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا فضل الله في علاه ينتهي لنا باب صلاة الخوف، ويبقى باب التطوع. وإن طال بعض الشيء لكننا أيضا على باب تفيع أبواب التطوع وركعات السنة. روى المصنف بسندي عن أم حبيبة رضي الله عنها وارضاها قالت آمين قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. وفي رواية عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها أرضاها
عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع فقالت كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي. يعني في الحديث الأول عن أم حبيبة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في اليوم 12 ركعة تطوعا بني له بيت بهن بيت في الجنة. وعبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التطوع يعني، نعم، فقالت كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر. وابن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيتي وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو 4 قبل الظهر وركعتين بعد وركعتين قبل صلاة الغداء. هذا كله في السنن التي يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بنى الله له بيتا في الجنة من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة، 2 قبل الغداة و2 بعدها وغيبة الفجر، و2 و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر 8، و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. وفي رواية قال من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة، فقال بعض العلماء إن هذه الفضيلة لا يحظى بها المسلم إلا إذا استدام على ما هو فيه، إلا إذا استدام على ما هو فيه من هذه السنن، يعني المسألة على الديمومة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا في الحديث الثاني أنه كان يصلي في البيت كما وصفت عائشة، وأن الراتبة الأفضل أن تصلى في البيت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا لبيوتكم يعني نصيبا من الصلاة. عليكم السلام وبركاته باشمهندسة، أنت تتخطعين جدا، وأيضا ما أدري الحرص عندك قل بعض الشيء، لما باشمهندسة لما فعلت ذلك؟ لما نعم، فهنا الصلاة في البيت من أفضل الطاعات، ولذلك ورد حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في البيت كالفريضة في المسجد، يعني أجر السنة في البيت كأجر الفريضة في المسجد، يعني من صلى السنة في المسجد وصلىها في البيت فالبيت تفوق على 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 المسجد ب27 درجة، تفضله ب27 درجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اجعلوا من بيوت من صلاتكم في بيوتكم شيئا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم شيئا. ففيها كما قلت أفضل صلاة المرء في النوافل في البيت، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيتي إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيتي إلا المكتوبة. نعم، وهذا عليه جماهير أهل العلم، وهذا عليه جماهير أهل العلم. وعائشة تصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالليل. نعم، أي نعم تدخل، نعم تدخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل
وصلاة الليل عند النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما ركعتين ويصلي قائما طويلا ويصلي جالسا طويلا. هذا لما كبر سنه كان يجلس يصلي بأبي هو وأمي حتى إذا قارب 60 أو 100 آية بعد ذلك يقوم يقرأ 100 آية قائما. والواحد فينا بيصلي 10 آيات وينهار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، لكن قاعدا في الليل الطويل الذي قاله هو كما قلت أنه كان يصلي قاعدا حتى يبلغ أن قراءته يعني بقي عليها 60 آية فيقوم فيقرأ 60 آية قائما ثم يركع ويسجد. وهذا أخرجه المسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأما قول عمر كان يصلي قبل الظهر ركعتين لا تنافي أن يصلي 4، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدع 4 قبل الظهر في بيته، ولكن هو الكلام عند العلماء هو قال 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر. 4 هل يصلي 4 متواصلات بتشهد واحد؟ نعم يجوز له أن يصلي 4 متواصلات بتشهد واحد. الكهرباء عندي مقطوعة، الكهرباء مقطوعة وأنا هذه باقة بخرج عليها. 4 متواصلات نعم يصلي 4 متواصلات، فيصلي 4 متواصلات بتشهد واحد، نعم له ذلك أن يصلي 4 متواصلات بتشهد واحد، ويصليها ركعتين ركعتين ويصليها ركعتين ركعتين، نعم. فهذا كله وارد وهذا كله صحيح وليس فيه ثمت شيء. وهنا الحديث يعني الأخير، كانت عائشة تقول أن النبي كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الغداء، يعني 4 قبل الظهر متواصل بها، وهي النبي ما كان يدعها بحال من الأحوال، نعم. قال المنذري أخرجه البخاري والنسائي. الفوائد المستنبطة: اختلاف الأحكام باختلاف الأحوال. عبد الله بن أنيس كان شديد الطلب لقتل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فصلى صلاة الخوف يومئ وهو يمشي مستقبل غير مستقبل. اختلاف الأحكام باختلاف الأحوال، جواز التعريض عند الحاجة، المواظبة على صلاة السنن دلالة على صدق المكلف. وفي أسئلة تفضلوا. سائلة تسأل: طهرت من الحيض وقربت صلاة الظهر ولكن كان لابد للخروج لأمر ضروري فخافت الاغتسال حتى الأمر لأن في الخارج برد، فهل تتيمم وتصلي أو تترك الفرض حتى ترجع؟ لا تترك حتى ترجع، تذهب تقضي حاجتها وترجع تغتسل وتصلي. تذهب تقضي حاجتها أولا ثم ترجع فتغتسل وتصلي. رضي الله عنكم يا سمراء، كيف أنت وكيف الجدة؟ نسأل الله أن يحفظكم جميعا. هل صلاة أنيس رضي الله عنه تعتبر قضية حال لا تعمم ولكن يقاس عليها مثلها؟ نعم هي قضية حال لا يقاس عليها مثلها، لكن لا تعمم لكن يقاس عليها مثلها، نعم. هل يجوز صلاة 4 ركعات متتالية في تشهد واحد؟ نعم يجوز، تكون بالفاتحة فقط، فاتحة وسورة قصيرة، فإن أردت بالفاتحة فقط تصح أيضا. الحمد لله الحمد لله، سلمي عليها جدا بالله عليك.
نسأل الله أن يحفظها ويطيل في عمرها ويحسن في عملها. اللهم أمين أمين. موجود من عندكم؟ إذا ما أفهم مسألة ولي الأمر يرفع الخلاف كقاعدة وفي نفس الوقت يطرح قوله أو اختار من خالف قول النص. ولي الأمر يرفع الخلاف، معناها إذا كانت المسألة على اجتهاد محض لا نصوص فيها أو الفهوم مختلفة، فولي الأمر يرفع هذا الخلاف، ما اختاره ولي الأمر وحكم به يرفع الخلاف. موجود البث، موجود، شوفوا البث بس. فيرفع الخلاف هنا، اختياره ملزم. لكن إذا كان في خلاف وهذا الخلاف فصله في النص، فهنا لا يؤخذ بقوله ولا يرفع الخلاف. لو قلنا الحنفية بتقول بجواز أن المرأة تزوج نفسها، وهذا خالف النص أيام امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فهذا الذي يعني نقول لا يؤخذ بقوله هنا لأنه خالف النصوص الشرعية، وهو السمع والطاعة له في غير ما وجود النص، لأن السمع والطاعة له تابعة لسمعه هو وطاعته لولاة الكتاب والسنة. نعم. طيب، باب استحباب القضاء في الصلاة. قال بحديث أحب أحدكم إذا رجع الأهل أن يجد فيه ثلاث خليفات عظاما سمنات أو سمانا. قالوا نعم يا رسول الله. قال فثلاث آيات يقرأ بهن في صلاة خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. وفي رواية وقراءة القرآن قراءة القرآن في الصلاة. أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة، وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من التكبير والتسبيح، والتسبيح أفضل من الصدقة، والصدقة أفضل من الصوم، والصوم جنة من النار. وفي رواية عن محمد بن جحادة أنه كان قال إنهم كانوا يستحبون إذا ختموا القرآن من الليل أن يختموا في ركعتين بعد المغرب، وإذا ختموا من النهار بعد في ركعتي الفجر. نعم. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن في أوله إلى آخره في الفرائض. وصراحة هذا يعتبر دليل على ما ننكره نحن من في رمضان وغير رمضان من الأئمة الذين يواظبون على قراءة القرآن مرتبا في النظم من أجل الوصول إلى الختمة. هذه صراحة دليل للقارئ أن يقرأ وأن يقرأ متواليا على النظم من أجل أن يصل للختمة ويكون له في ذلك الفضل. وفي ذلك أيضا أن قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة. نعم، إن كان مصليا فهذه تساعده جدا على التدبر، وأيضا يكون بها متقربا فيأخذ الأجر العميم في ذلك، ويكون وهو في الصلاة القلوب حاضرة والخشوع حاضر فيفهم بها. وأما الحديث الثالث هو أن عائشة رضي الله عنها قالت بأن القرآن في الصلاة خير من القرآن في غير الصلاة، وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من التكبير والتسبيح. نعم، لأنه أفضل كلام الله جل في علاه. هنا يبين عظم ما في الأمر في هذا الباب، أن ثلاث آيات يقرأ بهن في صلاة خير له من ثلاث خليفات عظام سمان، وهذا فيه الحث على التدبر وعلى أيضا ملازمة قراءة القرآن والتطويل في الصلاة. لكن هذا في النفل، لأن الأمر النبوي جاء في الفرض بالتخفيف، ما جاء بالتيسير.
أو التقليل، التكسير أو التطويل. جاء أن الإمام أو الضعيف أمير القوم قال: أفتان أنت يا معاذ؟ صلي بالناس بسبح والشمس وضحاها. فيكون هذه الآثار كلها على تطويل القراءة في صلاة النفل، وكلما أطال القراءة في النفل كلما تدبر، وهذا أفضل ما يكون. الفوائد المستنبطة في ذلك: فضل إطالة القراءة في صلاة النفل، كلام الله أفضل من التسبيح والتحميد أن ينشغل به والكل خير، تفاوت بين الأعمال، تتفاوت الأعمال وتتفاوت الأجور. الفائدة الثالثة: فضل التكثير من النوافل. لو في أسئلة تفضلوا حتى أستأذن حضرتكم. أنا ما قلت في رمضان، قلت حرص الأئمة على أن على الصلاة بنظم الترتيب ليصلوا إلى الختم كما فعل شيخ أسامة العظيم وغيره. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.